لا لا مع الكفر، بعض التحالف، كيان تحالف. التحالف وادين حاجه عظيمه جدا. وادين النهارده يعني انا بطمن حضرتك، مش احنا مستهدفين حوالي 20 مليار السنه دي، يعني 20 مليار من 12 ل 20. 20 طبعا. طبعا ده معمول حساب الكلام. نعم. ده كله. نعم. والناس يعني بصدر رحب وبحب لا في تبرعات حضرتك تقصد؟ هم التبرعات اللي بتوصل للناس في صور تصل الى 20 مليار، تصل الى الناس. اه يعني ال 20 مليار دول هيتم انفاقهم على الناس. ايوه، في صور مواد غذائيه. او في مؤسسات زي مؤسسه الزكاه بتاعت مولانا الامام الاكبر. نعم. بتدي دعم نقدي. نعم. في ناس بتدي خدمات علاجيه. نعم. في جمعيات بتدي مشروعات تنمويه. نعم. في بيدي يعني غذاء، في بيدي نعم. علاج، يعني كل الكلام ده كله يتكامل في الصوره دي. عدد المتطوعين عندكم قد ايه دلوقتي قبل ما نطلع فاصل؟ 251 الف متطوع موجودين على الارض. موجودين 251 الف بيدوا ساعات تطوع. 39 مليون ساعه. 39 مليون ساعه. مليون ساعه. عمل. ايوه. تطوع. تطوع. دول كانوا في استاد القاهره لو حضرتك تذكر. نعم طبعا. في مبادره كتف بكتف. نعم. كان حوالي 60 الف متطوع موجودين في استاد القاهره. نعم. الولاد دول هم اللي كانوا بيعبوا الكراتين، وهم اللي بيوزعوا المواد الغذائيه، هم اللي بينزلوا للناس، هم اللي بيروحوا في الاماكن اللي لما بتحصل النهارده اي كارثه. نعم. في مصر. نعم. في اي مكان. في اي اي حاجه محتاج. أو الناس بتبقى موجوده في التحالف. شباب التحالف بينزل، وشباب متطوعين اللي كانوا امبارح في بني سويف. نعم. وفي كل الاماكن منتشرين. ودي احنا بس لو خدنا مكسب ان احنا احيينا فكره التطوع. والتطوع يساوي الانتماء. نعم. يعني التطوع دي كحاجه بقى بعد سياسي وبعد قومي، ان الشاب المتطوع يعني هيحب بلده. نعم. هيخاف على بلده. نعم. هيحافظ على اهله. هو التطوع عشان يخدم بالظبط كده. نعم. ومتطوع مش عايز حاجه. نعم. الكلام ده كله ايجابيات موجوده، احنا طبعا سعداء جدا بيها، ودي تجربه جيده. وانا بشكر الرئيس برضو ان هو كان داعم للتحالف اما حضر في يناير 2023 المؤتمر الاول للتحالف الوطني العام للاهداف التنموي، واثنى على تجربه التحالف، وكان سعيد جدا ان هو انا بدعم وطلب الحكومه انك تتعاون. وعشان كده حصلت بروتوكولات، يعني من ضمن برضو التحالف بمناسبه تكافل وكرامه، التحالف ضم 600 الف اسره لبرنامج تكافل وكرامه ب 2.2 مليار جنيه. اللي هي جمعيات التحالف بتوفر، هي المسؤوله عن ده. توفر المبلغ ده. يعني 2.2 مليار. يعني الدوله 600 الف اسره. الدوله كانت عامله 4.6 مليار. مليون. ضفنا 600 الف اللي هو بالرقم ده. نعم. طبعا ده مش قليل. نعم. وقابلين للزياده، قابلين للزياده. نعم. النهارده التحالف مثلا الغريمات، تكريم الشباب المتفوق. نعم. يعني التحالف كل يوم بيعمل جديد وتغلغل في الارض المصريه، وبقى موجود، وبعدين مش محدد محافظة بعينها. نعم.